أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثاني، أشوف نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة langue française مادة الفرنسية. النموذج كالعادة ألقاه على شكل PDF في الوصف. إذا on va commencer par la question 1. إذا نبدأ بالسؤال الأول، je relis le mot avec l'image. إذا نربطو كل كلمة بالصورة. إذا عندنا maman, maître, tableau, tomate, moto, papa. إذا نحاولو نربطو، إذا صورة بكلمة المناسبة لهاد الصورة. عندنا هاد الصورة تمثل maître، أستاذ. هاد الصورة تمثل représente maman. إذا تمثل maman. صورة ثالثة تمثل طماط. صورة رابعة تابلو، إذا ريبريزونت تابلو. صورة الخامسة تمثل ريبريزونت بابا. صورة السادسة تمثل موتو. تري بيان. إذا نبداو ميتر، مامون، طماط، تابلو، بابا، موتو. تري بيان. اون باس على لا كيسيون سويفونت. جونتور لي مو جو فوا. إذا ندور على الكلمات فين كنشوف سيلاب الاول با. اذا نشوف الكلمات اللي فيهم با وندور عليهم. عندنا بالون، اذا بالون فيها با، اذا ندور على بالون. نمشيو بالنسبه للكلمه المواليه. عندنا تابلو ما فيهاش با، تابل ما فيهاش با، بال با فيها، بال فيها با، اذا ندور عليها. بانان عندنا با، اذا ندور على بانان. نمشيو دابا بي، بيغو ما فيهش با، اذا بيغو بي، اذا فيها اوكي بي، اذا ندور على الكلمه. بيسيكليت فيها بي، اذا ندور على بيسيكليت. بلوز ما فيهاش اوكي بي. بلال فيه بي، اذا في سيلا بي، اذا ندور عليه. نمشيو دابا ما، عندنا ماردي، ماردي فيها ما، اذا ندور على ماردي. كاماراد، كاماراد فيها ما، اذا ندور على كاماراد. امين ما فيهاش ما ندورش عليها. سامدي ما فيهاش ما ندورش عليها. دابا نمشيو مي، سوري ما فيهاش مي. امين مي هيا فيها، امين فيها مي، اذا ندور عليها. ميدي فيها مي، اذا ندور عليها. ايماج هذه ام شي مي، امي فيها مي، اذا ندور عليها. اذا الكلمات اللي فيهم مي، امين ميدي اوكي امين. إذا هنا سالينا السؤال الثاني، انتقلوا السؤال الثالث. question 3 écriture، حاولوا تدربوا على الكتابة، خرجوا هاد الورقة وتدربوا على الكتابة، وكذلك تدربوا على كوبي اللي هو النقل، وكل مكون écriture عليه 10 نقاط وكوبي عليه 10 نقاط. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ونقاط عالية. إلى اللقاء.